التطور الجديد في السوق العقاري اخباره ايه؟ هو يعني زي ما ساعتك بدأت كده ال 1.5% انخفاض اللي حصل يوم الخميس اللي فات على الفايدة يعني هام جدا وسيؤثر تأثيرا إيجابيا كبيرا على هذا القطاع. هيأثر من أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول حقيقة اللي أنا بشوفه الورقة السحرية لحل مشكلة القطاع العقاري في مصر بالمطلق وهو التمويل العقاري. التمويل العقاري هو المستفيد الأول والرابح الأكبر من هذا الانخفاض، لأن أنت عارفة إن مشتري الوحدة لما بيلاقي إن القسط قيمته كبيرة نتيجة إن الفايدة كانت 18 أو 19% بيتراجع عن القرار. انخفاض 1.5% مش هيكون أحسن حاجة في الدنيا، ومش هيخلي قرارات تتوجه إلى التمويل العقاري بكرة الصبح، لكن هيخلي جزء من الناس اللي كانوا مأجلين القرار بسبب فايدة التمويل العقاري بعد انخفاض 1.5% هياخدوا القرار. ده كمان بيدي مؤشر تاني ان 1.5% دي قد يكون من المتوقع في الفترات القادمه ان يكون في انخفاضات اخرى، لان زي ما ساعتك اشرت في الاول هو ده احدى الادله اليقينيه اللي موجوده على تحسن وتعافي الاقتصاد المصري. الجزئيه المهمه برضه في القطاع العقاري جدا وهي توسع المطورين في التنفيذ في المشروعات، ده بيفتح ابواب رزق وبيفتح تشغيل كبير جدا. انخفاض الفايده بيساعد على الاقراض، المطور العقاري بياخد قرار الاقراض من البنك. فبالتالي اذا هو هيسر عمليه اخراج المطورين من البنوك نتيجه تحسين هذه الفائده بمقدار 1.5%. فالحقيقه 1.5% دفعه ايجابيه جدا للقطاع العقاري اللي انا شايفه عنده مستقبل جيد للغايه. شايف ان المدن الجديده من العالمين للعاصمه الاداريه للمدن القاهره الجديده 6 اكتوبر بتشهد اقبال بيقابله تحدي واحد ووحيد وهو قدرة الناس على سداد الاقساط. كل ما تديله مدة أجل طويلة وفايدة منخفضة أو متوسطة كل ما أنت بتحقق المعادلة والرواج يستمر.